فريق الأهلي حقق الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في مباراة لجماعتهم باستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة 17 لبطولة الدوري ممتاز، وبيرفع الأهلي رصيده إلى 63 نقطة وبيستمر في المركز الثاني، فيما يتجمد رصيد مودرن سبورت عند 47 نقطة. كريم فؤاد لاعب الأهلي حصل على جائزة رجل مباراة فريقه أمام مودرن سبورت اللي أقيمت إمبارح باستاد القاهرة المؤجلة من الجولة 17 لبطولة الدوري الممتاز. منتخب مصر لرجال كرة اليد تعادل أمام المنتخب السويدي بنتيجة 32-32 في إطار الاستعداد لأولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل. نادي اتحاد جدة السعودي تعاقد أو أعلن التعاقد بشكل رسمي مع الدولي الجزائري حسام عوار من صفوف روما الإيطالي، ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد صورة لحسام عوار وكتب حسام عوار في كتيبة النمور. نادي يوفنتوس الإيطالي أعلن عن قميصه الجديد اللي هيرتديه في الموسم المقبل 2024-2025 واللي بيحمل اللونين التاريخيين للعملاق الإيطالي وهما الأبيض والأسود. الدولي الفرنسي كيلان مبابي عقد أو انتقاله عقود. وبكده خلصت جولتنا الرياضيه، هرجع مره تانيه لمنى وشاذلي عشان نكمل معاكم فقرات صباح خير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.